هكذا الكلام في بحث العترة بين التفريط والإفراط، وكان الكلام في نقاط أو تحت عناوين. إذن المبحث الرابع منع السنة وختم الصحابة، سهل جابر أنس بالرصاص كعبيد وبهائم، فما حال العترة. سلام الله على العترة. ليس عندنا توجه في السياسة والحكم والسلطة والتسلط، نحن على منهج أهل البيت سلام الله عليهم. العلم، البرهان، الدليل، الحجة، الإلزام، إبراء الذمة أمام الله سبحانه وتعالى وانتهى الأمر. هذا هو منهجنا، لا نقول براية ولا نعتقد براية صالحة، الراية الصالحة الراية الحاكمة، إلا الرايات التي رفعت في زمن الخلافة الراشدة، راية علي سلام الله عليه، راية أبي بكر وعمر وعثمان، مع النقاش والتحفظ على ما وقع في زمن خلافة الخليفة الراشد عثمان، والذي أدى إلى خروج الناس عليه في تلك الحركة غير المنضبطة من عوام الناس وغوغاء الناس وهمج الناس من عوام ومن الصحابة، وأدت بالخليفة إلى ذاك المصير المؤسف المحزن المؤلم، رضي الله عن عثمان وعن الصحابة. ونحن نقول بصحة تلك الإمامة وتلك الراية المرفوعة بإمضاء علي سلام الله عليه، بإمضاء أهل البيت، بإمضاء العترة سلام الله على العترة، وراية الإمام الحسن عليه السلام وراية الإمام الحسين عليه السلام، لو صح بأنها راية وقد حققت عنوان الراية، ولو على نحو التقريب والمجاز والفرض وانتهى الأمر. أما الرايات التي رفعت بعد ذلك من معاوية وإلى يومنا، هذا لا نعتقد بصحة أي راية وبأي حكم وبأي تسلط وقع على وجه الأرض. ويحاسب الإنسان بما يأتي من أفعال، يحاسب الحاكم بما يأتي من أفعال. إذن نؤكد على أننا لا نعتقد بصحة أي راية رفعت بعد راية الخلافة الراشدة وراية الإمام الحسن عليه السلام وراية الإمام الحسين عليه السلام، لو صح بأنها راية وقد حققت عنوان الحكم أو السلطة أو الخلافة، ولو على نحو التقريب والمجاز والفرض. وبعد هذا لا نقول بصحة أي راية رفعت بعد الإمام الحسن، لا نقول بصحة راية قد رفعت إلا راية الإمام الحسين عليه السلام، لأننا نعتقد بإمامة الأئمة عليهم الصلاة والسلام. وبعد هذا لا نقول بصحة أي راية رفعت. الراية غير ملازمة للإمامة، السلطة، الخلافة، الحكم، الملك غير ملازم للإمامة التي نقول بها. والأصل في الإمامة هو العلم والقضاء، ونتعامل مع الخارج، نتعامل مع الخارج، مع الوقائع، مع الواقع الخارجي، مع الظواهر الخارجية، كما تعامل معها أئمة أهل البيت، كما تعامل معها أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. تعاملوا مع الظواهر الخارجية، تعاملوا مع الحكام، تعاملوا مع الملوك، تعاملوا مع الناس، تعاملوا مع الرموز على نحو الصالح والأصلح، الفاسد والأفسد. ومن الطبيعي أن يقف الإمام مع ثورة خرجت ضد الحاكم المتسلط، لكن هذا التأييد، هذا التعاطف مع الثورة أو مع الناس، هو تعاطف مع المظلومية التي وقعت على هؤلاء والتي خرجوا بسببها. لاحظ، إذن هذا ولاء لهؤلاء لما وقع على هؤلاء من ظلم، إذن هذا ولاء لهؤلاء للمظلومية التي وقعت على هؤلاء، وهذا براءة من الظلم الذي صدر من الحاكم. لكن هذا الموقف من الأئمة سلام الله عليهم لا يعتبر إمضاء ومشروعية لما يصدر من هؤلاء الخارجين على النظام وعلى السلطة، الطالبين للحكم والرايات والملك والتمكن على الرقاب والأموال. وأيضا ما صدر منا من مواقف تجاه بعض المظلوميات
والتي خرج الناس بسببها كالتأييد لبعض التحركات من الشباب من غير الشباب في عدة مراحل التي مرت علينا، هو كان راجعا إلى هذا المنهج الذي يمثل منهج أهل البيت ومنهج الأنبياء سلام الله عليهم. فإذا وجدت مظلومية فنتعاطف مع هذه المظلومية ولو بالاهتمام القلبي لها وبالدعاء، وللدعاء للمظلومين بالفرج والخلاص من الظلم الذي وقع عليهم. هذا هو الموقف الذي يسجل، وهذا هو التفسير لما وقع منا من مواقف، وهذا ليس تأييدا وتشريعا للرايات التي رفعت في تلك الثورات الانتفاضات التحركات، فنحن لا علاقة لنا بأي راية ترفع، خاصة إذا كانت الراية باسم الدين وباسم الإسلام. ومن هنا وإلى هذا المعنى، إلى هذا الأصل، يرجع أو ترجع المواقف التي صدرت منا بخصوص الدعوة إلى حكم مدني. يحاسب الإنسان، إنسان مسلم تصدى لمسؤولية وهي الحكم في المقام، فعليه أن يفعل بما يعلم من شرع وبما يتحلى من الأخلاق، ويحاسب على هذا الأساس، ولا يوجد تزكية له بعنوان الحاكم وولي الأمر والإمام وما يرجع إلى هذه المعاني التي فرضت على الإسلام وفرضت على الناس وأعطت التزكية والعصمة للظالمين والطغاة.